مرحبا، احنا اليوم بالعرب سوشيال ميديا فورم بعمان، ومعنا عبد اللطيف الصايغ، CEO لصايغ ميديا. هي واحدة من اكبر شركات الميديا ايجنسيز بالعالم العربي وموجودة في الامارات العربية المتحدة. هلا وسهلا فيك عبد اللطيف. اهلا وسهلا، حياك. بتحكي لنا عن رايك بالمؤتمر لهلا، وايش بضيف مؤتمر مثل هذا على صناعة الانترنت وصناعة الاعلام الاجتماعي بالمنطقة؟ انا اعتقد انه معظم المؤتمرات حقيقة قمنا نشوفها خلال الفترة الماضية متعلقة بالإنترنت، متعلقة بالسوشيال ميديا، متعلقة بالترند الجديد اللي قاعد يصير الآن في الإعلام بشكل عام. هو مؤتمر مثل هذا تحتضن دولة مثل الأردن، نحن نعتبرها السيليكون فالي للعالم العربي. حقيقة إثراء للطاقات البشرية الموجودة، راح تخلي الناس من خلال النقاش الحاصلة تحطهم في مصاف أعلى من المصاف الحالي، ونعتقد هذه الطاقات البشرية اللي موجودة في الأردن. نتمنى إن شاء الله أن من خلالها نوصل لمجموعة من الشراكات، الاتفاقيات، الحصول على خدمات الأفراد اللي بالتأكيد راح يكونون حصاد لنا للمستقبل. من وجهة نظرك ومن خبرتك، إيش في بتشوف اتجاهات أو توجهات جديدة في عالم الإعلام الاجتماعي في المنطقة العربية؟ أنا في اعتقادي الإعلام الاجتماعي راح يمر بمجموعة من المتغيرات خلال الفترة القادمة. من أهم المتغيرات هي وجود الأفراد الآن كشبكات إعلامية متنقلة. الآن مع وجود الهاتف الذكي، ونحن عارفين الهواتف الذكية في الكثير من الدول الآن خطت حاجز 60 إلى 70%، فمعنى هذا أصبح الفرد وحدة إعلامية عالمية متنقلة. طبعا بعض الأفراد الآن تخطوا أعداد الأفراد اللي يمكن يستهلكون الإعلام التقليدي، فهذا طبعا قاعد ينبئ مستقبل كليا مختلف. التعليم يجب أن يلعب دور الآن، التربية يجب أن تلعب دور تهيئة هؤلاء الأفراد بحيث أن يكونوا مساعدين مساهمين لدولهم لشركاتهم بشكل أفضل في المستقبل. الرسالة الآن ليست رسالة محلية، الرسالة أصبحت عالمية. سهولة الوصول للعالم إذا كان فعلا المحتوى جيد، المحتوى متابع. عملية طبعا تغيير اللغات أو التحدث بعدة لغات راح يكون له أهمية كبيرة خلال الفترة القادمة. فهذا الجديد اللي أنا أعتقد راح يكون قادم، راح يكون محط اهتمام الكثيرين خلال الفترة القادمة. وبدنا منك نصيحة سريعة للشركات الناشئة بعالم التواصل الاجتماعي في تويتر وفيسبوك، في نصيحة منك سريعة بهدول المجالين؟ صحيح، أنا أعتقد أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الآن أصبحت الأمور أسهل بكثير من السابق. في السابق يمكن كانت عملية طيب ممكن كم ممكن أنا أدفع للإعلام بحيث أني أروج لهذه الشركات. الآن مع وجود هذه الوسائل أعتقد الأحلام يجب أن تكون أكبر. الوصول للمستهلكين، الوصول للشركاء أصبحت أكثر سهولة وما تكلف الشيء الكثير، ولكن أيضا الموضوع يعتمد الآن على مدى استخدامكم لهذه الشبكات. هي مش مجرد يوزر نيم وباسورد وانتهى الموضوع، ولكن أتمنى أن تكون هناك استراتيجية موجودة، أتمنى أن تكون هناك خطط مرسومة، أتمنى أن المحتوى نفسه يكون محتوى قوي. الإعلام الاجتماعي ممكن يلعب دورين، ممكن يكون معك أو يكون ضدك، فأنا أعتقد الواحد ممكن أن يستغل هذا الإعلام بحيث أن يوسع دائرة أعماله ويوصل إن شاء الله من خلاله لكل العالم. وشكرا لك عبد اللطيف، واهلا وسهلا فيك على تكسبارك. شكرا جزيلا.